برضو الممارسة حولنا في معظم الأحوال أي واحدة شكى ابنها ولا بنتها الصغيرة من كحة تمشي بيكون في الثلاجة مرات أنا أفتكر. أيوة. في إشكالية برضو بتاع تعاطي الأدوية يعني الثلاجات الآن خلي في السودان لو الواحد فتحها بيلقى فيها زي 4-5 مليون فتيل من مختلف الأنواع يعني. ودي حقه ناس يتخلصوا منها ما زي ما قالوا يجمعوها يدوها للصيادلة لكن حقه يشوف لنا طريقة لإبادة الدواء الموجود في الثلاجات لأنها هي بتشكل خطر دكتور كمان. بتشكل خطر كبير نعم. وبعدينك بالذات لما نتكلم عن المضادات الحيوية، المضاد الحيوي بعد ما تفتح وابتدى استعماله خلاص مفروض يرموه، لكن بعد مرات بيخطوه في الثلاجة زي ما قلت إذا الطفل ما تحصل مرة ثانية والله الدواء نفع يقوم يدو، أو جار أو صديق عنده طفل عنده نفس الأعراض والله الدواء ده جربناه هنجربه كده. فأنا أفتكر إنه الدواء مش مضاد حيوي، أي دواء أي دواء مجرد ما استعمل واستعمل ويتفتح بعد ما يخلصوا منه يرموه.